دادلين، عندي 27 سنة، وزني 147 كيلو، بعاني من مشاكل في السمنة. دكتور كريم قال لي الأفضل أعمل عملية تحويل مسار عشان أنا عندي ارتجاع في المريء، ودايما بعاني من مشاكل في السمنة في النوم، في الحركة، في طلوع السلم، في أقل مجهود بعمله، فدايما عندي مشاكل في ديت كتيرة، في التنمر في الشارع، في اختيارات لبس، فدايما عندي مشاكل في ده كتير. فكان أفضل حل ليا إن أنا أتواصل مع دكتور كريم وإني أعمل معاه عملية تحويل مسار. انتظروني بعد العملية. اهلا بيكم. تحويل مسار المعدة من العمليات القوية في إنقاص الوزن، القوية في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة، زي الأمراض اللي هي زي السكر، زي الضغط، زي الكوليسترول، زي الحاجات اللي هي تتعلق بعمليات اللي هي الأيض في الجسم يعني. فعملية تحويل المسار من العمليات اللي هي يعني تعتبر معيار ذهبي لعمليات السمنة المفرطة، كمان بتعالج امراض زي الارتجاع. يعني يمكن مادلين عندها ارتجاع شديد في المريء، فتحويل المسار بتبقى هي الافيد والاحسن في علاج السمنه المفرطه المرتبطه بالارتجاع. طبعا عمليه تحويل المسار بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه اقل من 12 ساعه في المستشفى. والحقيقه مادلين كانت بتطلب مني عايزه تروح يعني بعد العمليه على طول، فقلت لها لا، لازم تقعدي 12 ساعه على الاقل في المستشفى، لان طبعا دي من العمليات اللي هي يعني محتاجين شوية ملاحظة ما بعد العملية. خلال 12 ساعة بنكون خارجين من المستشفى، بنعاود نشاطنا الطبيعي بعد يوم من إجراء العملية، يعني نريح يوم في البيت، وبعد كده ممكن ننزل شغلنا وننزل نمارس حياتنا الطبيعية. طبعا تحويل المسار بتعالج أمراض زي السكر، يعني لو في مرض سكر، تحويل المسار من العمليات القوية في ان هي بتعالج السكر بانقاص الوزن، بتعالج السكر بتقليل امتصاص السكريات والدهون بنسبة قد تصل الى يعني 70%، بتعيد الاتزان الهرموني مرة اخرى الى الجهاز الهضمي، اللي هي الهرمونات اللي هي بتعطل عمل الانسولين او بتعمل مناعة في الانسولين بتقل، الهرمونات اللي هي بتنشط البنكرياس دي كلها بتنشط، وبالتالي البنكرياس بيشتغل بكفاءة أعلى ويفرز إنسولين بكمية أعلى، وبالتالي توقف على علاج السكر، وبنحافظ على نسبة السكر في الدم في نطاقها المظبوط طول الوقت. طبعا تحويل المسار زي ما قلنا إن هي عملية بتجرى بالمنظار، يعني هي وقت عمليات صغير، وتحت منظومة الفاست تراك اللي هي بتقعد يعني فترة صغيرة جدا في المستشفى. منظومة الفاست تراك دي يعني منظومة بتعتمد ان انت تعمل اجراءات طبية وتستخدم بعض الادوية الحديثة، اللي هي يعني زي مثال الادوية اللي بتخلي العيان يفوق ما بعد اجراء العملية في لحظة الفوقان، ما بيقعدش فترة كبيرة ان هو تحت تأثير البنج فترة كبيرة، وبالتالي كمان يتواصل مع المجتمع اكتر، يتحرك خلال ساعتين من العمليه يمشي ويروح. النمره الثانيه استخدام الادويه اللي هي بتوقف الالم، يعني بتمنع اصلا ان في يبقى في الم من الاصل، زي الادويه المخدره اللي تحقن في الجروح او اللي تحقن حوالين المعده نفسها اللي هي معمول فيها العمليه، او استخدام اجهزه البي سي اي. دي من الحاجات اللي هي بتنظم الالم. البي سي اي يعني جهاز كده عامل زي البالونه الصغيره، البالونه الصغيره دي بتتركب في الكانولا بحيث ان انت ما تحتاجش اصلا ان انت تعمل يعني او تنادي على حد يجيب لك مسكن، لا ده انت كمان هي بتديك المسكن ده والمخدر ده طول الوقت يعني كونتينوس، وبعدين لو احتجت جرعه زياده تقوم دايس على زرار تديك الجرعه المناسبه في الوقت الحالي، وبالتالي ما بتحتاجش مساعده حد ان انت تتحكم في الالم. عشان كده احنا كمان بنحب تحويل المسار في الناس لو هم وزنهم كبير، يعني الاوزان اللي هي 120 130 كيلو ممكن نناقش معاهم تكميم المعده، لكن الاوزان اللي هي من 140 150 160 تحويل المسار بتكون افيد، لانها بتشتغل بطريقتين، ان هي بتقلل كميه الاكل وبتقلل الجوع وبتزود الشبع، وكمان بتقلل الامتصاص للمواد الغذائيه اللي هي فيها طاقه عاليه
زي السكريات والنشويات وكمان الفاتس، وبالتالي انقاص وزن بصوره فعاله وعلى مدى بعيد بتكون هي الاقدر ان هي تحافظ على الوزن على المسافه البعيده. يعني ان شاء الله نطمنكم على مدلين بعد العمليه باذن الله ونشوفكم على خير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضراتكم جميعا. احنا طبعا دي تحويل مسار معده في وزن كبير. الحقيقه دي طبقه الدهون اللي بتبقى موجوده في البطن كميه دهون كبيره. احنا طبعا بنحاول ان احنا نبعدها عن المعده. في عمليات كتيره بقى بتتعمل على المعده اللي هي تكميم المعده. ممكن نفصل الجزء ده عن المعده بعد فصل طبقه الدهون. وطبعا تحويل المسار احنا بنعزل المعده عن بعضها الى جزئين، يعني الجزء ده هيتعزل عن بقيه المعده، وبنعمل كوبري ما بين الامعاء بناخدها ونوصلها في الجزء ده. هنوريكم ده بالتدريج بحيث ان احنا نعرفكم ايه الخطوات اللي احنا بنعملها في تحويل المسار او تكميم المعده. عايز اوريكم بس بعض الاثار اللي هي بتاعت يعني السمنه المفرطه في الوزن الكبير. طبعا الكبد بيبقى تدهوني حجمه كبير جدا، سواء يعني بيبقى يعني حجم الكبد حجم كبير جدا، بيبقى كبد تدهوني في المنظر ده. وفي بعض الاحيان طبعا بيبقى معلي انزيمات الكبد بصوره كبيره جدا بصوره مرضيه، وده اسمه الكبد التدهوني او التهاب الكبد الدهني. ودي طبعا بتعلي الانزيمات وبتخلي فيه يعني ارتفاع في الانزيمات بصوره كبيره جدا. احنا هنبتدي دلوقتي ان احنا نعزل اول خطوه، نعزل المعده عن بعضها، يعني الجزء ده هيتعزل عن الجزء ده. احنا طبعا مش عايزين نوريكم كل التفاصيل الجراحيه بحيث ان الناس يعني لو مش عايزه تشوف التفاصيل الجراحيه، هنعمل الخطوه ونوريها لكم بعد ما تنتهي، بحيث ان احنا ما يبقاش فيه يعني الناس اللي مش حابه تشوف تفاصيل جراحيه دقيقه يبقى ما تأذوش نظريا يعني. انا مادلين، عمري 27 سنه ووزني 147 كيلو. عملت عمليه تحويل مسار مع دكتور كريم الصبح، وتمشيت بعد العمليه بساعتين، وانا حالتي كويسه الحمد لله. وبطمن اي حد يحب يعمل عمليه تحويل مسار اكيد يجي الدكتور كريم وهو مطمن. اهلا بيكم. الحقيقه احنا مطمنكم على مادلين ما بعد اجراء عمليه تحويل مسار المعده المصغر بالمنظار، هي الحمد لله كويسه. والحقيقه طبعا العمليات هي عمليات خفيفه يعني ما فيهاش مشاكل، بتجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره اذا يعني توفرت الظروف الملائمه للتحضير لاجراء العمليه باحترافيه في اماكن تكون مجهزه على اعلى مستوى باستخدام مستهلكات يعني طبيه على اعلى مستوى. هي دي النتيجه احنا بنشوفها، بتبقى الحمد لله موفقه ووقت قصير. المفروض ان احنا يعني المفروض بنتمشى خلال ساعتين ما بعد اجراء العمليه، المفروض ان احنا بنشرب بعد 6 ساعات من اجراء العمليه، 12 ساعة بنخرج من المستشفى بنروح زي مادلين ان شاء الله تروح الصبح باذن الله. احنا يعني دلوقتي في نهاية اليوم، يعني على نهاية اليوم ان شاء الله بكرة الصبح تروح بالسلامة. بتقعد يوم في البيت، وبعد اجراء العملية اليوم ده اللي بتخرج فيه بتقعد في البيت، وبعد كده بتنزل شغلها عادي، بترجع للحياة الطبيعية. ممارسة الرياضة يعني مش بعنف شوية خلال الشهر الاول، ما بعد الشهر الاول ممكن تعيد نشاطها في الرياضه او في النشاط الطبيعي بزياده، يعني ممكن نلعب رياضه اشد شويه. بالنسبه لنزول الشغل طبعا ممكن ننزل بعد يومين ما بعد اجراء العمليه، ممكن ننزل شغلنا العادي مفيش مشكله. يعني عمليه تحويل مسار هي من العمليات القويه في انقاص الوزن، القويه في علاج الامراض المصاحبه للسمنه المفرطه زي السكر. يعني السكر طبعا تحويل المسار من الجراحات الفعاله في علاج السكر بصوره يعني قويه جدا. بتوقف علاجك في معظم الوقت بعد يوم من اجراء العمليه. في ناس بتقعد شويه كده لحد البنكرياس ما يبتدي يعيد نشاطه، في ناس اكتر شويه بتقعد فتره اكتر. ده بناء على كفاءه البنكرياس اللي احنا بنقيسها قبل العمليه، يعني في تحليلات زي السي بيبتايد والفاستنج انسولين ليفل، وفي الهوما
في بارامترز واندكس بناء على سن المريض، بناء على كمية الانسولين اللي بياخدها. في بارامترز كتيرة بتقول لنا امتى هيوقف علاج السكر. يعني تحويل مسار المعدة هو علاج جازم كمان للناس اللي عندها سمنة مفرطة وارتجاع شديد في المريء، بيعمل تحويل مسار المعدة، بيبقى موفق ما بعد إجراء العملية من غير ارتجاع، من غير أي مشاكل، بدون أي علاجات. عملية تحويل مسار المعدة المصغر زيها زي التكميم أو زي أنواع الجراحات الأخرى بتجرى بالمنظار، فتحات صغيرة جدا يعني تجميلية بسيطة كده بنعمل منها العملية، لم يعد مكان لإجراء العملية الفتح الجراحي. هنطمنكم على بقية يعني المرضى اللي عملوا عمليات النهاردة إن شاء الله، ونشوفكم دايما على خير. ويعني بنديكم رسائل أمل إن عمليات السمنة اللي إحنا يعني الرسالة اللي إحنا بنوصلها من نقل المريض اللي هو شفتوه قبل العملية وما بعد العملية، إحنا عايزين نقول يعني إن وقت العمليات كله في منظومة الفاست تراك هو وقت قصير، عايزين نوصل رسالة إن العمليات سهلة فعلا على أرض الواقع رياليتي. إحنا مش بن يعني طبعا عايزين نوصل رسالة على أرض الواقع إن عمليات السمنة هي عمليات سهلة، إحنا شفناها النهاردة قبل العملية ما بعد العملية في وقت قصير جدا، وإن شاء الله نتابعكم كل الحاجات الكويسة بإذن الله. شكرا شكرا. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. أحدث جراحات السمنة المفرطة والسكر بالمنظار، أحدث التقنيات الأمريكية لجراحات السمنة، تحويل مسار المعدة بالمنظار، تكميم المعدة بالمنظار، تحويل مسار الاثني عشر، التحويل مع التكميم، كل العمليات تجرى بالمنظار بفتحات صغيرة. دكتور كريم صبري، دكتوراه الجراحة العامة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس. مركز الدكتور كريم صبري لجراحات السمنة والمناظير. اسمي مادلين حنا وسني 28 سنة، ووزني قبل العملية كان 150، وبعد العملية بخمس شهور بقيت 116. ودكتور كريم اختار لي عملية تحويل مسار عشان كان عندي ارتجاع في المريء، ما كانش ينفع عمل تكميم، وال35 دول لسه بداية المشوار يعني، ولسه احنا مكملين. وهي طبعا فرقوا معايا كتير جدا في تصرفاتي، في شغلي، في حركتي، في لبسي، في شكلي، حتى بيني وبين نفسي، في ثقتي في نفسي. اكيد كل دوت كان شيء افضل يعني. شكرا دكتور كريم.